سادة المشاهدون، أهلا ومرحبا بكم في الموجز الإخباري من الفضائية التشادية، نقدمه لكم بصحبة الزميلة ماجي. أهلا ماجي. Bonjour Narima et bienvenue à tous les téléspectateurs. بدعوة من نظيره المغربي معالي ناصر بوريتا، قام معالي السفير أمين أبا صديق وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج، قام في الفترة من 23 إلى 26 من أكتوبر بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، وخلالها قام بعدة أنشطة قد عقد كبير الدبلوماسيين التشاديين مع نظيره المغربي جلسة عمل ناقشا خلالها تقوية التعاون الثنائي في عدة قطاعات، لا سيما اجتماعات اللجنة المشتركة التشادية المغربية خلال الربع الأول من عام 2021، إعادة طيران الخطوط الجوية الملكية المغربية نحو تشاد وفق تحسن الظروف الصحية، إعفاء التأشيرات لحملة الجوازات الرسمية، تطوير التعاون اللامركزي عبر توأمة أذن البلدين، زيادة منح التأهيل الأكاديمي والمهني للطلاب التشاديين، التدريب في المجال العسكري، ترشح تشاد لمنصب الأمين العام لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة. وقد عبر الوزيران عن إمكانياتهما لتعزيز التعاون بين البلدين مع إرسال بعثة إلى أنجمينا في القريب العاجل في مجال الزراعة والطاقة المتجددة والتدريب. الدور الولائي لولاية شاربا جرمي يصل إلى نهايته في لقاء جمع بين فريق تونير وفريق أزميري اللذان تصدرا في مباريات المجموعة. وفي الشوط الأول تمكن لاعبو فريق أزميري من الاستحواذ على مجريات المباراة والحصول على العديد من الفرص، ولكن ضاعت دون الجدوى. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة انقلبت الموازين وسجل لاعبو فريق تونير هدفين دون رد. وبهذا أعلن الحكم صافرة النهاية وتوج فريق تونير بلقب الدوري الولائي لولاية شاليبا جرمي. احتفل صباح اليوم مسيحيو الميلاد كغيره من مسيحي العالم بعيد الفصح الذي يصادف تاريخ الأول من نوفمبر كل عام، ويعتبر عيد الفصح من الأعياد المهمة في الديانة المسيحية الكاثوليكية، حيث يقيمون القداس الطقوس الدينية من تنظيف المقابر وإزالة الأعشاب منها وتزيينها، وكذلك إقامة الصلاة والدعاء والترحم على موتاه. نهاية موجز العربية، نترككم الآن مع موجز الفرنسية مع الزميلة ماجي. Merci Narima et bienvenue dans ce flash d'information. Deuxième forum national inclusif, les travaux se poursuivent au palais du 15 janvier. Au troisième jour, les débats se sont focalisés sur les thèmes présentés hier dans l'après-midi, à savoir les réformes judiciaires, promotion de la femme et de la jeunesse. Nous reviendrons plus tard sur cet élément. À l'instar des catholiques du monde, les chrétiens catholiques du Tchad célèbrent ce 1er novembre 2020 la fête de Toussaint. Comme son nom l'indique, cette fête est celle de tous les saints. À cette occasion, les parents, amis et proches se sont rendus au cimetière pour nettoyer les tombes et prier pour les morts. C'est une façon de commémorer la fête de Toussaint chaque 1er novembre de l'année. La finale de la Coupe du tournoi Espoir 2020 de la Ligue communale de Koundoul s'est jouée hier entre l'équipe d'Asmeri et celle de Tonnerre. Le coup d'envoi est donné par le député Abba Oumar Gombo au terrain de Koundoul. Cette finale est remportée par l'équipe de Tonnerre sur un score de 2-0 face à Asmeri. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs autorités de la localité et des associations des jeunes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash de 13h30. Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais sur ce plateau avec Narima. Il a un altar, il y a un altar.